بشكل سريع بس خلينا نحكي بشكل سريع ايش اللي مطلوب منها في عملية الديزاين اصلا. احنا في عملية الديزاين بدنا نوصل لقطر البايب. طبعا اي شبكة في الدنيا بدك انت تحكي عن قطر البايب، الميول اللي راح يتنفذ فيها البايب. انت لما تيجي تنفذ شبكة صرف صحي او شبكة مياه امطار لازم يكون عندك مجموعة من الباراميترز اللي انت بدك تنفذها. طيب الباراميترز هاي انت بتحصل عليها من عملية الديزاين. لذلك انا كديزاينر مطلوب مني انه انا اطلع قطر البايب اللي انا بدي انفذه، ايش السلوب اللي راح انفذ فيه البايب، وبهاي بدنا البايب سلوب، بدنا الديامتر اللي راح يتنفذ فيه، وبدنا التشيك تبعنا هذا يكون اوكي بالنسبة للسرعة وللسلوب. اوكي، فموضوع التشيك هذا مهم بحيث انه انا بدي اضمن انه البايبات كلها موجودة ضمن الديزاين كونسيدريشنز او اعتبارات الديزاين الكريتيريا اللي انا حطتها. بدي اضمن الفيلوسيتي في البايب والسلوب يكون مناسب للديزاين كريتيريا، وكذلك انا بدي احصل على دياميتر لانه انا ما بدي استورد دياميتر معين بانفذه بسلوب معين. فانا هذا اللي مطلوب مني، اهم باراميترز راح انفذهم، راح اكتبهم على المخططات تبعتنا ان شاء الله في المحاضرات القادمة. راح نشوف كيف نعمل المخططات. ففي المخططات مطلوب مني ابين الدياميتر للبايب، مطلوب مني ابين البايب سلوب، ايش السلوب تبع البايب، مطلوب مني كمان اعرف التشيك تبعي اوكي ولا نت اوكي، واخر باراميتر هو ايش اللي هو الانفرت ليفل. وما الانفرت ليفل اللي هو باختصار موضوع الحفر، قديش بدك تحفر، قديش كميات الحفر. هذا الاشي بخص المقاول، لانه زي ما انتم بتعرفوا كل ما زادت كميات الحفر هذا معناته انه زياده في التكاليف، زياده في الوقت اللي انا محتاجه عشان انفذ هذا البايب. فبالتالي اللي اخذناه المحاضره السابقه هو كيف انا بدي احدد البايب الدياميتر تبعه، البايب سلوب، واعمل تشيك على الفيلوسيتي والكلام هذا. ان شاء الله في المحاضرات القادمه راح نفوت في موضوع قديش كميات الحفر، كيف بدي احسب كميات الحفر، الليفل تبع البايب، الانفرت ليفل، وهكذا. خلينا في المحاضرة السابقة احنا مشينا بشكل سريع على الملف الاكسل هذا. في البداية احنا كان عندنا الداتا هذه اللي احنا جبناها من السيفل 3D، وجبنا الاكس والواي والزد والاريا والنمبر والكلام هذا كله طلعناه من السيفل 3D. بعدين رسمنا الفيجرز هذه اللي راح تساعدنا في عملية الديزاين، وحكينا كيف احنا بتساعدنا في عملية الديزاين خلال المعادلات اللي احنا منجيبها. فتنا بعدها على مرحلة الديزاين. وفي مرحلة الديزاين يا شباب عملنا أول شيء المانهول، جبنا الإكس والواي والزد تبعها. فتنا بعديها على الأريا وعرفنا كيف نجيب الأريا لكل مانهول طبعا حسب الرسمة اللي احنا عملناها. حسبنا البايب سلوب والجراوند سلوب، واحنا حكينا انه عملية الديزاين اللي احنا بنشتغل فيها لأنها مانيوال يدوي مش عبرامج، فاحنا بنشتغل في موضوع ترايل اند ايرور. بلاش الخربشة يا شباب، ترايل اند ايرور. تمام، ترايل اند ايرور ايش يعني؟ يعني انا بضفرد دي على دي في البدايه، وبعد هيك بدي اصل لدي على دي جديده واغير عمليه التصميم زي ما احنا عاملين هنا. حسبنا البايب سلوب او البايب لينك، حسبنا الجراوند سلوب، بعدين البايب سلوب اخذناه حسب الديزاين كريتيريا، حسبنا الدياميتر والكيو فول، بعد هيك كيو بارشل على كيو فول، ودي على دي للنيو الجديده، وبعد هيك طلعنا في بارشل على في فول، ومنها جبنا في فول، وجبنا بعديها ايش الفي بارشل اللي هو بدنا نعمل عليه تشيك، اللي هو هذا لازم يكون ما بين البوينت 5 و او اسف ما بين بوينت 6 و 3 متر في الثانيه. طيب حكينا ليش يا شباب من 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 بنحط الفيلوسيتي تكون بوينت 6 اقل حاجه و 3 اكثر حاجه؟ مين يقول لي ليش؟ 3 عشان ما يصيرش عندك تاكل، و 0.6 عشان اعتقد مش عارف مين بعرف ليش 0.6 عشان السيلف كلينسنج يا باشمهندس، عشان اذا نزلت عن ال 0.6 السرعه بصيرش في تنظيف للبايبات بشكل ذاتي. يعني صحيح، انا مع مصطفى. كويس، كلام مصطفى صحيح. كويس، فموضوع الاعلى فيلوسيتي احنا حطيناها 3 متر في الثانيه، لانه بعد ال 3 متر في الثانيه في عندك انت كميات كبيره من الميه. اتفضل يا او اس. اللي هو عشان ما يصيرش عندي ترسبات. بالضبط، هذا لاقل سرعه. طب لاكبر سرعه؟ لاكبر سرعه هو عشان ما يتاكلش عندي الماتيريال تبعت الماي.
بالضبط. فاحنا عملنا اقل سرعه يا شباب عساس انه عمليه الترسب، لانه احنا عارفين بنتعامل مع مياه صرف صحي، ومياه الصرف الصحي بيكون فيها مجموعه من الرواسب، فاذا كانت السرعه اقل من هيك بصير كانه ترسيب، بصير انت كانك عامل حوض ترسيب، وبصير تترسب المواد في قاع الانابيب، وهذا بيؤدي لايش؟ لكلوجنج، يعني بصير في عندي زي تسكير في الانابيب، وهذا بيعمل لي مشاكل يعني على مدار الزمن. يعني احنا عارفين انه مياه الصرف الصحي او شبكات الصرف الصحي بنصممها لبيريود عاليه، يعني مثلا ممكن تكون 20 سنه او 30 سنه، فهذا بيؤدي لمشاكل مع الزمن. واحنا بدنا نحاول انه يصير في سيلف كليننج في موضوع البايبات، فبالتالي بنحدد السرعه باقل حاجه 0.6 عشان يصير في سيلف كليننج اول باول، يصير في عمليه تيربلانس او بصير الفلو في تيربلانسي على اساس انه يشيل كل الرواسب اللي ممكن تصير. حددنا اعلى سرعه، ليش اعلى سرعه؟ حددناها لسبب انه ما يصيرش تاكل في البايبس، لانه السرعه لما بتكون اكبر يعني كبيره اكثر من 3 متر في الثانيه، فهذا راح يؤدي لعمليه تاكل للبايبات اللي موجوده بسبب انه الميه ثقيله، يعني موجود فيها كثير من الرواسب. تمام. فبعد هيك عملنا التشيك وشفنا ايش السوليوشن لو كان التشيك نوت اوكي. بدنا بس نعدل في شغله بسيطه، وهنا ركزوا كثير في هاي الشغله اللي بدنا نحكي عنها. في بعض الشباب سالوني عنها وصار عندهم مشاكل في الاكسل. لو جينا بدنا ناخذ مثال، نروح برا هنا مثلا، لو عندنا مجموعه من الارقام مثلا عندنا 6 5 4 5، لو جيت هاي الخانه يا شباب بدي اعملها هي السميشن لهدول للاربع ارقام هذه. تمام. تعالوا نلاحظ، لو عملت يساوي وقلت سميشن سميشن للارقام هذه الاربعه وعملنا اوكي حيطلع 20، اوكي فيش مشاكل. لكن لو جيت عدلت السميشن هذا وجينا قلنا هذه سميشن للاربع ارقام هذه، لكن انا ايش جمعت معهم الرقم اللي انا موجود يعني الخانه اللي انا قاعد بحسب فيها، لاحظ ايش حيصير عندي؟ حيجي لك هذا الاخطار من الاكسل، حيقول له انه في عندك ايش؟ في عندك سيركولر ريفرنس. ايش يعني؟ يعني الاكسل حيصير بده يحسب الخليه اللي انت قاعد بتحسب فيها، بده يحسبها ويعاود يجمعها. فهنا صار في مشكله، صار في لوب مش عارف الاكسل يقدر يحسبها، زي كانك انت بتقول مثلا 4 زائد 5 زائد 6 والناتج اجمعه معاهم، فبصير في مشكله، في عندك سيركولر ريفرنس، يعني بصير في عندي مشكله في عمليه الحساب. انتوا فاهمين الفكره هنا؟ الفكره انه الاكسل بصير بده يحاول يحسب الخليه هذه وبصير عنده مشكله. فلو ضغطنا اوكي بتلاحظ انه مرات طلع لك صفر، وكثير من الشباب صار معهم مشاكل في هذا الموضوع، انه طلع معهم بعض الخانات بتساوي صفر او بعض الخانات صار فيها حسابات غلط. فمهم جدا ان ننتبه هنا انه في مشكله في عمليه الحساب، انه صار بده يحسب الستة والخمسة والاربعة والخمسة ويحسب معاهم الخلية بعد ما يجمعهم، فصار في هنا يعني misleading، يعني في مشكلة. فبالتالي ايش اللي صار معنا احنا في الشغل بشكل مشابه لهذا الموضوع؟ لما نجينا احنا حسبنا شباب، جينا حسبنا هنا الكوميونيتي في البايب، خلينا نفتح هذول بس. نعمل لهم هايدينج. اوكي. جينا هنا البايب لينكث، البايب الجراوند سلوب، السيرف بوبيليشن، الكيو، البيك، هاي عند البيك فاكتور يا شباب. طلعوا هنا في البيك فاكتور يا شباب. لما نجينا حسبنا البيك فاكتور، ركزوا هنا. لما نجينا حسبنا البيك فاكتور اجينا قلنا اذا كان، خلينا نيجي هنا على المعادلات على اساس تكون واضحه الامور. وين معادلات البيك؟ هايهم يا شباب معادلات البيك يا شباب. قلنا بدنا نحسب الثلاث معادلات هذه وناخذ الماكسيموم ما بين الثلاث معادلات هذه ونقارنهم ب 2 و 6. تمام. وهذا اللي عملناه في الاكسل. احنا جينا ايش عملنا في الاكسل؟ قلنا احسب لي زي ما احنا شايفين هنا، احسب لي اذا الماكسيموم ايوه اف الماكسيموم ما بين هذه المعادله وهذه المعادله وهذه المعادله،
قلنا له اذا اقل من 2 ياخذ 2 زي ما احنا حاطين هنا هي اذا اقل من 2 ياخذ 2 طيب اذا اكبر من 2 ياخذ او اسف اكبر من 6 ياخذ 6 زي ما هو موجود هنا طيب هنا صار عندنا المشكله هنا صارت عندنا المشكله سواء هلقيت ناخذ الاسئله هنا صار عندنا المشكله المشكله في القوس هذا هيك كله هذا تعال نمسحه هيك واحنا لما جينا برمجنا يا شباب ايش عملنا في الشغل تبعنا ايش عملنا قلنا اذا كان اقل من 2 ياخذ 2 اذا كان اكبر من 6 ياخذ 6 طيب اذا ما كانش هذا ولا هذا ولا هذا يعني كان ما بين ال2 وال6 قلنا له ياخذ ايش ياخذ نفس القيمه اللي ياخذ نفس القيمه تبعتنا اللي هي هذه الخليه احنا حطينا له هذه الخليه وهذا صار عندنا مشكله صار في عندنا سيركولر صار في مشكله زي اللي عملناها زي اللي حكيناها تو في السميشن انه صار بده يحسب خليه هي اصلا موجوده ضمن الحسابات فهنا صارت المشكله ففي كثير من الشباب صار عندهم مشكله فالتعديل تبعها يا شباب انه انا بدي اجي اقول له اذا كان اقل من 2 تمام ياخذ 2 اذا كان اكبر من 6 ياخذ 6 اذا ما كانش لا هذه ولا هذه ايش يعمل ياخذ نفس القيمه هي اللي هي الماكسيموم ما بين الثلاث قيم هذه اللي هي ايش اللي هي حسبتها هي بتبدا من عندها انا الماكسيموم ما بين الثلاث قيم هذول هذا كله نعمل له كنترول سي وبنحطه هنا هيو فاليو اف فولس اذا خطا يحط لي هذا القيمه وبنقول له ايش اوكي هيك صار تمام وبنسحب هذا الكلام على كل الشغل على اساس ما يصيرش عندنا مشاكل تمام بعتقد هي هذه الخليه اللي فيها مشكله يعني انه انا صار في عندي مشكله في السيركولر طيب لو بدنا نعمل تشيك على 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 الشغل تبعنا كله مره واحده بدون ما نقعد ندور ثواني يا شباب هسه بناخذ الاسئله بدنا نروح على فورمولا ونيجي على تشيكينج او ايرور تشيكينج باجي بفتح هذه بقول له ايش بتلاقي هذه مضويه السيركولر ريفرنس هذه بتلاقيها مضويه بتضغط عليها بيجيب لك الخطا يعني لو جينا جربنا هذا الكلام بس كانت المشكله هنا يا شباب هنا بس في هذا القيمه انه لو ما كانش بنطبق عليه الشروط اللي فوق اللي هو اقل من 2 او اكبر من 6 طب شو يعمل بصير بخش هو في لوب فيها مشكله لو جينا هنا يا شباب حذفنا هذا الكلام وقلنا له ياخذ نفس القيمه هذه اللي هي نفسها لاحظه استنى شوي هاي صار عندنا مشكله ها شايف عدلها لحاله او هاي شايفين يا شباب صار هنا يا شباب ايش بيسوي لو ما كانش منطبق الشرط يا شباب راح ايش يسوي راح ياخذ القيمه نفسها اللي هي لسه مش محسوبه اصلا فحيصير في مشكله في الاكسل حيصير عنده مشكله يعني لو جينا مثلا طبقنا هذا الكلام سحبنا لعند مشكله هاي عندي هذا مثلا هذه معموله 5.9 لما يصل عندها حيصير عنده مشكله لاحظ كيف هي اجى نفس الايرور اللي احنا تو كان معانا صار لو قال لك مور سيركولر ريفرنس صار في عندي مشكله انه قاعد بيحسب في خليه طلعت هي نفس الخليه اللي قاعد بيحسب فيها حاجه لسه هو ما حسبهاش فكيف بده يجيبها هو كيف بده يطلعها لو دعسنا له انتر شايف راح يصير في عندي ايش راح يحطها 6 لكن هذه خطا بعد هيك حتنبني عليها معادلات خطا بعد كل لانه كل شيء مبني على اللي قبله فلو جينا على فورمولا وجينا فتحنا ايرور تشيكينج يا شباب بتلاقي شايف هذه سيركولر ريفرنس فتحت لو كانت مسكره فبطلع بقول له وين الخليه اللي فيها مشكله اي خليني اروح على اي خليه واجي اقول له سيركولر واقول له افتح لي الخليه اللي فيها شايف حدد لي الخليه اللي فيها مشكله قال لي هذه الخليه صار عندها مشكله صار فيها مشكله فلازم تعدلها باجي بشيل هذا الكلام وبس بحط ايش بحط الماكسيموم لانه انا بدي لو ما ظبطش الشروط ياخذ الماكسيموم ما بين الثلاث معادلات تمام واضح الامور لهان تمام هيك تمام في شغله ثانيه قصه اللي ما قسمناش على 1000 بس ما قسمناش على 1000 في موضوع البيك فاكتور لما جينا حسبنا في المعادلات هنا كان هذا مش مقسم على 1000 اللي هو المعادله الثانيه هو المفترض في الثلاث معادلات البوبوليشن بالثاوزندز فبالتالي بدك تجيب البوبوليشن تقسمه على 1000 انا بس في المعادله الثانيه ما كنتش مقسم على 1000 بس هذه مع السرعه يعني هاي المعادله الاولى المعادله الثانيه 5 تقسيم الار 7 الار 7 بده يتقسم على 1000 اللي هو البوبوليشن على 1000 تمام يا شباب في الثلاث معادلات بدنا نقسم البوبوليشن على 1000 هذه كانت برضه مشكله ثانيه انتبهوا منها في عملية البرمجة للخلايا.
بدنا نرجع نعمل تشيك يا شباب على البيك فاكتور. واذا انت مش حابب تعمل تشيك على كل الملف فبتيجي على تشيكينج ايرور، لازم يكون للسيركولر ريفرنسز مطفي. اذا ما كانش مطفي معناته في عندي مشكله، في عندي ايرور سيركولر، خليه معتمده على خليه لسه مش محسوبه، فبدي انتبه على هذه الشغله. كتير في شباب صار عندهم مشكله ما عرفوش يعني يحلوا هذا الموضوع، فبدنا ننتبه على هذا الموضوع في عمليه التطبيق. طيب تمام. شوف مفروض. تمام بس شوف علي في البدايه هان، لما نحن اخذنا ركز معي هان في الكيو افريج، في الكيو افريج لما حسبناها ايش اخذنا هو احنا حكينا في محاضره سابقه انه عندنا ثلاث انواع من الفلو، يا ما بيكون كيو افريج، يا كيو مينيمم، يا كيو ماكسيمم. كويس تمام. اذا عندنا ثلاث انواع من الفلو، اذا يا ما بيكون كيو افريج، يا ما بيكون كيو مينيمم، يا ما بيكون كيو بيك او ماكسيمم يعني. تمام. فاحنا لما نجينا صممنا، لما اخذنا هنا الكيو الكيو بارشل او الكيو بيك، هذه اخذناها هي تساوي الكيو بارشل. لقيت الكيو بارشل هي الكيو اللي موجوده فعليا في البايب. تمام، بدنا نتفق على هذا الكلام. طيب في هذه الخانه اللي انا محددها شايف، فهذه الكيو بيك اللي احنا اخذناها، هذه عندي ثلاث خيارات في عملية التصميم. عندي ثلاث خيارات، يا إما أنا بعتبرها هي الكيو مينيمم، يعني أنا بدي أجي أصمم أقول والله الكيو اللي ماشي في البايبس هو الكيو مينيمم، يعني أنا بدي أفرض أنه أنا دائما شبكتي راح تحتوي على المينيمم فاليو، وهذا غالبا إحنا ما بناخدوش في التصميم إلا في حالات نادرة، لأنه لما بدنا نقول كيو مينيمم معناته أنت في الفلو ممكن يصير أفرج، ممكن يصير ماكسيمم، فهذا راح يسوي عندك مشكلة. لما تصير عندك الكيو اللي موجود في البايبات هو كيو ماكسيمم أو كيو أفريج، فراح يسوي عندك مشكلة. فإحنا ما اعتبرنا الكيو بارشل اللي موجود في البايب هو عبارة عن كيو مينيمم، رحنا اعتبرناه هو الكيو ماكسيمم، هو الكيو بيك، عشان كده ضربنا في بيك فاكتور عشان نطلع القيمة هذه. طيب أنا عندي هنا خيار تاني، أنا ممكن والله أقول الكيو بارشل اللي موجودة في البايب هي الكيو أفريج، أنا والله بديش أكون أوفر ديزاين واروح اقول لك انه دائما راح يكون الفلو هو موجود في البايب هو الماكسيمم. لو انا عندي امكانيات قليله وما بديش اصمم على امكانيات عاليه، بدي اقول والله انا الامكانيات اللي عندي قليله كتير، فبالتالي انا بدي اخذ الافرج خلاص. يعني في معظم الاوقات راح يكون الكيو اللي موجود في البايبس هو كيو افرج، لما بده يعلى مش راح يصل للبيك، لما بده يعلى يصل للبيك بيصل مره ولا مرتين، مش قصه مش حاخذها بعين الاعتبار، فراح اخذ هذه القيمه اللي هي اللي بدي اصمم عليها عشان تنبني عليها كل الخانات اللي بعد هيك، باخذ هذه تساوي الكيو افريج. تمام. طيب حاله ثالثه اللي احنا مشينا عليها في عمليه الديزاين تبعنا اللي اخذناها في الاعتبار هي انه ايش، ان انا والله لا امكانياتي تمام وفيش عندي مشكله، بدي اصمم على كيو بارش، على كيو بيك، على اعلى قيمه ممكن تكون في البايبس. هذه هي المفصليه، هذه المرحله المفصليه، ان انا اعتبرت انه الكيو بيك هو الكيو بارشل، هو اللي موجود في البايبس. يعني اعتبرت انه البايبس موجود فيها فلو، مثلا في هذا البايب موجود عندي بوينت 0.008، دائما عندي فيه فلو بوينت 0.008. طيب هل هو دائما راح يكون هيك الفلو؟ لا. هل هو 24 ساعه راح يكون الفلو بالطريقه هذه؟ لا، مش صحيح، ممكن يكون الفلو اقل من هيك بكثير. لكن انا هذه القيمه اللي انا صممت عليها، انه لو الفلو وصلها ليوما ما وصل لفلولا عند الهان ما يصيرش عندي مشكلة في الشبكة. فبناء على هذا الكلام مشينا على كل اللي بعد هيك في عملية التصميم تبعنا، ان انا بدي احقق عندي الفيلوسيتي تكون مناسبة في ضمن الرينج، السلوب يكون ضمن الرينج، كله هذا يكون اوكي، كل التشيك تبعه اوكي. فانا السلوب عندي بغير فيه لحد ما يكون ما بين البوينت او خمسة وما بين البوينت او خمسة وما بين بوينت او تلاتة، وبنفس الوقت الدياميتر عندي مناسب 8 انش 10 انش 12 انش، وبنفس الوقت عندي الفيلوستي تكون متحققة ما فيش فيها مشاكل. فهذا الفارق في عملية التصميم. في بايب وصل عندي البايب سلوب له 0.05. لا ممنوع كثيرة، ممنوع لازم يكون ما بين 0.005 لعند 0.03. بعد هيك بدك تلعب في الدياميتر، اذا ما زبطش معك لعند بوينت او 3 بدك تروح تلعب في الدياميتر، بدك تعلي في الدياميتر لعند ما يزبط معك. تمام، لازم تكون ضمن الديزاين كونسيدريشن. لما جينا شرحنا اول حاجه
قلنا عملية الديزاين لازم تتحقق فيها الشروط التالية، هي موجودة هنا أول الشرح. قلنا لازم يكون الانيشال، هذا الانيشال جس اوكي، السلوب يكون 0.5% ل 3%، الفيلوستي ما بين 0.6 و 3 متر في الثانية، اقل دياميتر بالانشز 8، الكفر بده يكون كذا، هذه لازم التزم فيها، هذه الديزاين كرايتيريا اللي انا بشتغل عليها، هذا اللي انا بدي التزم فيها في عملية الديزاين. اه بس ما نسى يعني الحين السلوب من 0.005 ل 0.03 بس. اه بس من 0.5% ل 3%. طيب الحين مش مهندس انا في سلوب عندي مثلا طلع قديش، طلع عندي 0.04 0.04 ممنوع. طب الحين طب اعدل في البايب على الفاضي فعليا؟ لا بدك ضلك تعدل في البايب لما تصل لحل. اها لازم يصير عندك حل ضمن الديزاين كرايتيريا، لازم يكون ضمن الديزاين كرايتيريا. تفضل يا معتصم. باشمهندس هل قلت اليوم مطلوب منا انه نعمل السوليوشن لنغير الديميتر او الاسلوب؟ هو ولا لا بعدين؟ المفترض اه المفترض تعدل على اساس يطلع معك اوكي كله يعني، لكن انت لو مش مخلص هذا الكلام مش مشكله، سلم اللي موجود عندك وبتعدلهم على اساس المحاضره الجايه راح نفوت في حسابات الحفر لازم يكون معدل. فهمت علي؟ اه تمام. مش مهندس يعني انا هيني قاعد بلعب في اللي طلعت عندنا اوكي، عملت القطر 18 اللي هو دي يوزد ان صح، بنعدل فيها خانة هي هذه صح. العب في الانشز عشان الارقام تكون واضحه معك، 8 10 تمام 12. تمام ما عدلت فيها وصلت لحد 18 انش ما زبطش معي، رحت حاولت على الباب سلوب طبعا عملت اقصى قيمه اللي هي 0.03 صح. طيب نت اوكي كده عملت الدياميتر 18 اعمله 20 هي 20 برضه نت اوكي. عند الفي براشر وصلت بالضبط قال في براشر في بارتش اللي هي 0.596 0.596 يعني مش ضايل شيء يعني ولا حاجه ضايل يعني تمام هيك يعني مثلا لو انا اصغر الخانه ممكن هاي برضه نت اوكي. احنا على فكره لما صممنا الفي فيلوسيتي بارتشل المفروض نحكي يساوي حتى كمان 0.6 ولا لا؟ يساوي ايش؟ هل لقيت الفي في بارتشل لقيت لو كانت يساوي 0.6 الشيء تمام صح؟ اه طب انا عندي طلعت مثلا هاي في الخانه 0.6 برضه نت اوكي في بارتشل. لا ما هو انت وصلت لعند 20 مثلا خلاص حط 22 طابع 22 هاي حققت تمام لازم يحقق يعني بالنهايه لازم يحقق ضمن الديزاين كرايتيريا ممكن هذا 22 مسموحه مثلا مسموحه انت عندك حريه ولكن بتحاول انت تكون يعني تكون مناسب يعني تكون ما تكونش بعيد كتير عن الواقع يعني في هذا البايب استثنائي ممكن تقول والله هذا البايب في عندك يعني هو في مشكله البايب فانت بتضطر تعمل زي هيك على اساس انه هذا البايب والله مش ظابط معايا بتحاول يعني انه انت تكون ضمن الرينج يعني. تمام لا والله ما هو استثنائي اكثر من قيمه هيك في بارتشل مش مشكله عادي كتير حتظهر معكم مشاكل اساسا يعني هذا الشيء اللي راح يعلمك انه انت تصير عندك مشكله وتقعد تعدل عليها هذا الشيء اللي حتتعلم منه اصلا قول ما تصل مهندس هل قلت انا عدلت في السلوب تو طلعت 0.03 ظبطت رحت عدلت نزلت السلوب ل 0.02 مثلا هو افضل انزل 0.02 وغير القطر عدلت 0.02 وغيرت القطر ل 16 ظبطت خلاص بكون افضل احنا من يعني شوف الاليه اللي حتفكر فيها انه انت تغير في 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 الدياميتر افضل ما تغير في الاسلوب ليش لانه تغييرك أيوة. تغييرك في الاسلوب معناته انت بتصير مختلف عن الارض الطبيعيه وهذا راح يزود عندك كميات الحفر يعني اليوم انا والله في البايب هذا الاولاني في اول البرانش والله كان الاسلوب عندي الارض الطبيعيه مثلا 0.02 انا رحت حطيته 0.03 زودت عليه بالتالي انا زودت كميه الحفر مش حيزيد بس على البايب هذا حيزيد على كل برانش لانه هذا البايب مربوط في بعده بايب وبعده في بايب فكله راح ينزل
راح يصير كمية الحفر كبيرة كتير. فالأفضل أنه أنت تغير البايب دايميتر، إذا ما زبطش لحد معين بتروح بتغير إيش البايب سلوب. طب هل قد بس مهندس عادي أنه مثلا يكون في البرانش أكتر من بايب، أكتر من دايميتر للبايب؟ عادي عادي، فيش مشكلة عادي. تمام تمام. لقيت عندي البايب سلوب انا افترضت قيمه انه 0.027 تمام. طيب قلت تشيك اوكي، روح قلت بدي اجرب القيمه اقل منها مثلا 0.025. طيب قلت تشيك اوكي، انا سلمتك، لما سلمتك الشيت مثلا او يعني في الموقع مثلا سلمته بقيمه اكبر من 0.025، يعني انه هل هذا يعتبر اوفر ديزاين ولا لا؟ يعتبر انت هيك يعني، اذا في قيمة اقل افضل ليش ما تاخدها يعني. تمام تمام. مفترض تاخد القيمة الاقل، تكون انت يعني ضمن ال ضمن الرينج لكن بقيمة اقل. 100%. يعني زي ما بقولوا الامريكان، ايش تعريف المهندس؟ دولار واحد يعمل كل شيء. ايوه، هو الشخص الذي يستطيع ان يشتري بدينار ما لا يستطيع غيره شراءه بايش؟ ب 100 دينار. فلازم تكون زي هيك انت. بس مو انت استاذ من دار السمر معهم مصار كثيره. صوت قاد. فكرت الصين والله من نقه كما تصير. مهندس. بعد اذنك، هل لقيت انا يعني ابلش في لما اعمل الشيت وابدا ابلش فيهم احاول اقلل الاسلوب، ابدا من اسلوب قليل وابدا ارفع في الديميتر؟ بالظبط. لقيت في حال ضرب معي التشيك تبع يعني وصلت لحد انه ما اقدرش ازود الديميتر، اروح ارجع ارفع الاسلوب شوي. تمام. بالظبط هيك يعني اشتغل بشكل تدريجي. بالظبط. وانت حاول تكون في الـ في في الـ في البايب دايميتر يعني حاول تصل لعند 22 24، يعني لعند 22 يعني خلص بكفي، بعد هيك العب في الاسلوب، لانه اكثر من هيك بصير اوفر يعني الموضوع. تمام. فاهم. بس ما فيش عندي مشكله يعني لو مثلا بديت، هو في الطبيعي حيكون كل بايب في البرانش كل ما تقدم لقدام حياخد اكتر، هيكبر عندك البايب. ما مش ضروري في الـ في الـ في الديزاين يعني. تلاحظ عندي هنا، اي بدي اورجيك انا عندي كيف في الاكسل تبعي. لاحظ انت في البرانش اللي موجود عندي هان، هاي الدايميتر طلع انت في البرانش هذا، هاي 8 8 8. في البرانش اللي بعده بدا ب 20 بعدين 20 بعدين 8 8 8. فهمت علي؟ فعادي يعني ما فيش مشكله. هو المهم عندي انه اللي تشيك اوكي. بس انت يعني نوعا ما وانت ماشي راح تلاقي انه الامور قاعده بتكبر معك يعني. هذا هاي في عندي هالنات اوكي، هتلاقي بدا كبره، بدا اضطر اكبره وهكذا. بدك دلك كل ما بتنزل بتلاقي انه يعني بتلاقي البايب لحاله راح يضطر تكبره يعني. هان شايفها، هاي هدول نت اوكي، شايفهم هدول تنتين نت اوكي، هاي بعديها هدول مثلا نت اوكي. بدك دلك ماشي تحاول، هاي عندي هنا برانش كامل اوكي، هذا من حظي يعني ممتاز انه هذا اوكي وهكذا. اللي هو لانه بس بيكون السلوب اكبر. بيكون السلوب يعني، انت بتطلع تتوقع انه السلوب هنا كويس ماشي حاله، هيو كويس ماشي حاله، وهي ضمن الرينج، فما سواش عندي مشاكل وهكذا. تمام تمام يا باشمهندس. تفضل رايزنج هاند. ما باشمهندس. بس دير بالك احنا كل ما نرفع الدايمتر بيزيد بيقل السرعة كل ما، لا مش دايما. بس هاي مثلا هنا انا مثلا بدي احط 10. مش دايما مش دايما. 1.14 مش دايما. تعال اقول لك، تعال اورجيك كيف. مش دائما، مرات هيك ومرات هيك، ما لوش علاقه. هو فكره انه في المعادله زياده الدايمتر مع زياده السلوب راح تزود السرعه لازم، لكن زياده الدايمتر بدون تزويد السلوب ممكن لعند حد معين تصير السرعه تقل. هذا بسبب انه في معادله الفي، في معادله الفي هتلاقي انه ننزل على معادلة الـ V اللي هي سالب 24 اكسريت. هاي هاي. لاحظ في معادلة الـ V لو لاحظت الدايميتر موجود تربيع تحت. تربيع ومربع. تمام. علاقة عكسية. تمام. وبأثر عليه موضوع السلوب. ليش؟
لانه مرتبط بكيو بكيو فول. تمام. فانت هتلاحظ انه هذول القيمتين بياثروا على بعض لكن بياثروا لحد معين. احيانا راح تلاحظ انه الفيلوسيتي راح تقل ولكن عند حد معين راح تلاقيها رجعت زادت. ضلك غير في الارقام وتطلع كيف بصير، هتلاحظ انه في حد معين عنده راح تصير تزيد. فعشان كده احنا بنضطر نلعب في الشغلتين، في الدياميتر مع الاسلوب هيك غالبا يعني. تمام تمام ثانكس يا باشمهندس. ثانكس. يعطيكم الف عافيه شباب، ان شاء الله بنلتقي في المحاضره القادمه. بنبدا في موضوع الحفر. بالنسبه لتسليم الاسايمنت يعني حاولوا تسلموا اللي جاهز عندك، اللي عمليه التغيير وتغيير الاسلوب وتغيير الدياميتر هذا لو انت ما كنتش مخلصه معلش سلم وبتخلصه لعند الاسايمنت الجديد، عشان الاسايمنت الجديد معتمد عليه جدا، لازم يكون كله تشيك اوكي. تمام. يعطيكم الف عافيه شباب، وبنلتقي ان شاء الله في المحاضره القادمه. السلام عليكم.